مرحبا بكم في درس اللوغاريتمات. دعوني أكتب كلمة لوغاريتم لأنها كلمة غريبة وغير اعتيادية مثل وتر المثلث. من الجيد أن نعرف عنها ولو قليلا. اسمحوا لي أن أستخرج أداة القلم. اللوغاريتم إنها من أكثر الكلمات التي أخطئ في تهجئتها. حسناً، لن أطيل عليكم، دعونا نبدأ. ما هو اللوغاريتم؟ حسناً، إن أفضل طريقة لتوضيح ماذا يعني اللوغاريتم هو أن يكون لديك، يمكن القول أنها ببساطة معكوس عملية رفع عدد إلى أس معين. واسمحوا لي أن أوضح، إذا قلت 2 مرفوع للقوة 3، حسناً، نحن نعلم ذلك من دروس الأسس، أن 2 مرفوع للقوة 3 تساوي 8. مرة أخرى، هذه 2 وليست زد. يتبين أن 2 مرفوعة للقوة 3 تساوي 8. لو، كلمة لو هي اختصار لكلمة لوغاريتم. لوغاريتم الأساس 2 ل 8 يساوي 3. أعتقد أنك عندما تنظر إلى ذلك سوف تندهش. هذه محاولة لإدراك المعنى نوعا ما. ماذا يعنيه هذا؟ إذا أردت أن أسألكم ما هو لوغاريتم الأساس 2 ل 8، أي 2 مرفوعة لأي قوة ستعطينا الناتج 8؟ يمكن أن تقول إجابة مسألة اللوغاريتم هذه، أو إذا قيمت عبارة اللوغاريتم هذه فيجب أن تحصل على عدد يكون الأس الذي ترفعه لـ2 لكي تحصل على 8. مرة أخرى، إنه 3. دعونا نوضح الأمر بأمثلة أخرى وأعتقد أنه سوف يتضح لك. إذا أردت أن أقول ما الذي حصل للقلم، لوغاريتم الأساس 4 ل64 يساوي إكس. ولصياغة هذه المعادلة بطريقة أخرى نقول أن 4 مرفوعة للقوة إكس تساوي 64. يمكن أن نفكر فيها بطريقة أخرى فنقول 4 مرفوعة لأي قوة ستعطينا 64. حسناً، نحن نعلم أن 4 مرفوعة للقوة 3 تساوي 64. إذن في هذه الحالة الإجابة هي 3، أي أن لوغاريتم الأساس 4 ل64 يساوي 3. دعونا نحل مزيدا من الأمثلة، وأعتقد أنه كلما حللنا المزيد من الأمثلة كلما كانت الصورة أكثر وضوحا. فكرة اللوغاريتم بسيطة للغاية، ولكنني أعتقد أنها مربكة كونها معكوس الأسس، والذي هو بحد ذاته مفهوما ليس سهلا في بعض الأحيان. ما هو لوغاريتم الأساس 10 لوغاريتم الأساس 10 لمليون؟ لنضع بعض الفواصل هنا للتوضيح. هذا يساوي علامة استفهام. حسناً، كل ما علينا فعله هو أن نسأل أنفسنا 10 مرفوعة لأي قوة ستساوي مليون، وعشرة مرفوعة لأي قوة في الواقع، إذا قلت 10 مرفوعة للقوة 5 فإن هذا يساوي 1 وأمامه 5 أصفار. نفس الشيء أن نقول 1 وأمامه 6 أصفار عندما يكون لدينا 10 مرفوعة للقوة 6. إذن 10 مرفوعة للقوة 6 تساوي مليون. بما أن 10 مرفوعة للقوة 6 تساوي مليون،
إذن لوغاريتم الأساس 10 لمليون يساوي 6. فقط تذكر أن هذه الستة عبارة عن الأس الذي نرفعه للعشرة حتى نحصل على مليون. أعلم أنني قلت هذا بعدة طرق مختلفة، وأتمنى أن طريقة أو اثنتين من هذه الطرق التي شرحتها تكون قد أوصلت الفكرة. دعونا نحل المزيد. في الواقع سوف أعطيكم مثالا أكثر صعوبة بعض الشيء. لوغاريتم الأساس 1/2 ل 1/8، ولنفترض أن ذلك يساوي x. لنذكر أنفسنا أن هذا يعادل أن نقول 1/2 من المفترض أن نضعها بين قوسين، 1/2 للقوة x يساوي 1/8. حسنا، نحن نعلم أن 1/2 للقوة 3 تساوي 1/8. إذن لوغاريتم الأساس 1/2 ل1/8 يساوي 3. دعونا نأخذ المزيد من المسائل ولنجعلها أكثر تعقيدا بعض الشيء. دعوني أقول لوغاريتم الأساس x ل 27 يساوي 3. فما هي قيمة x؟ حسنا، لنفعل كما فعلنا قبل. هذا يعني أن x للقوة 3 تساوي 27، أو الجذر التكعيبي ل 27 يساوي x. وكل هذا يعني أن هناك عدد ما عندما نضربه ببعضه 3 مرات سيعطي 27، وأعتقد أنه عند هذا تكونوا قد علمتم أن هذا العدد سيكون 3، بالتالي x تساوي 3. إذن يمكننا أن نكتب لوغاريتم الأساس 3 ل 27 يساوي 3. دعونا نفكر في مثال آخر. أنا أستعمل الأعداد الصغيرة فقط لأنه ليس لدي آلة حاسبة وأضطر إلى عمل الحسابات بنفسي. إذن ما هو لوغاريتم؟ دعوني أفكر بهذا. ما هو لوغاريتم الأساس 100 لواحد؟ إنها مسألة خداعية. مرة أخرى لنقول أن هذا يساوي علامة استفهام. تذكروا أنها تعني لوغاريتم الأساس 100 لواحد. هذا يعني أن 100 مرفوعة لأي قوة تساوي 1. حسنا، ما هو الأس الذي علينا أن نرفعه للمئة حتى نحصل على 1؟ إذن تذكروا قواعد الأسس، فإن أي شيء مرفوع للقوة 0 يكون ناتجه 1، بالتالي يمكن أن نقول أن 100 مرفوعة للقوة 0 تساوي 1. إذن يمكننا القول أن لوغاريتم الأساس 100 لواحد يساوي 0. لأن 100 مرفوعة لصفر تساوي 1. دعوني أسأل سؤال آخر. ماذا لو سألتك ما هو لوغاريتم الأساس 2 لصفر؟ كم يساوي هذا؟ حسنا، أنا أسأل وقد قلت 2، دعونا نفترض أنه يساوي x. إذن 2 مرفوعة لقوة ما ستعطينا 0، فما هي قيمة x؟ حسنا، هل هناك عدد ما يمكننا أن نرفعه للاثنين حتى نحصل على 0؟ لا، إذن هذا غير معرف، غير معرف أو لا يوجد حل. لا يوجد عدد نستطيع أن نرفعه للعدد 2 ونحصل على 0. بالمثل إذا سألتك لوغاريتم الأساس 3 لسالب 1،
حيث أننا نفترض أننا نتعامل مع أعداد حقيقية والتي تمثل معظم الأعداد التي تعاملنا معها حتى الآن، فلا يوجد أي أس أرفعه للثلاثة حتى نحصل على عدد سالب. إذن هذا غير معرف طالما كان لدينا أساس موجب هنا، أي هذا. العدد لكي يعطي نتيجة معرفة يجب أن يكون أكبر من وليس أكبر من أو يساوي، يجب أن يكون أكبر من صفر ولا يساوي صفر. لا يمكن أن يساوي صفر ولا يمكن أن يكون سالب. دعونا نحل مسائل أخرى، أعتقد أنه لدي دقيقة ونصف. أنت الآن مهيأ لأن تحل مسائل المستوى الأول في حساب اللوغاريتمات، لكن دعونا نحل مجموعة أخرى من المسائل. سوف أحل مثالا خادعا. ما هو لوغاريتم الأساس 8 لواحد تقسيم 64؟ رائع، كلنا نعلم أن لوغاريتم الأساس 8 لأربعة وستين يساوي 2، أليس كذلك؟ لأن 8 للقوة 2 تساوي 64، لكن 8 مرفوعة لأي قوة تعطينا الناتج 1 تقسيم 64. حسنا، لقد تعلمنا في دروس الأسس أن هذا يساوي ناقص 2. إذا كنت تذكر 8 للقوة ناقص 2 تعادل 1 تقسيم 8 للقوة 2، ما يساوي 1 تقسيم 64. مدهش، سوف أترك لك هذا لتفكر فيه. عندما نأخذ لوغاريتم معكوس أي عدد فإن الإجابة ستكون سالبة. سوف نحل العديد من مسائل اللوغاريتمات وسوف نوضح الكثير عن الخصائص اللوغاريتماتية في الدروس القادمة، لكنني أعتقد أنك جاهز الآن لحل مجموعة مسائل المستوى الأول في اللوغاريتمات. أراكم في الدرس القادم.